مهم البنات، سلام عليكم. كدايرين؟ لاباس عليكم؟ صحه لاباس؟ اموركم كلها مزيانه؟ مهم خصكم يلا خرجت من خدمتها وغادي نجيب سميد. انا واقفه كنتسنى هنا البنات باش يدور. المهم انا في المدرسه كنتسنى دابا، باقي شي شويه ديال الوقت باش يخرج. وقلت وانا كنشوف، يعني خديت سميتو بديت كنشوف في الفيديو، لقيت يعني شي اسئله اللي تروحت بزاف ومن حق بزاف الاخوات اللي بغاو يعرفوا، يعني اعطوني بعض الاسئله وانا ان شاء الله غادي نجاوب على هذه الاسئله. اول سؤال كان اللي بزاف ديال البنات اللي كيسولوه عليه هو فاش خدمتي غزلان، فاش خدمتي غزلان. اليوم ان شاء الله غادي نجاوب على هذا السؤال هذا، والحمد لله الحمد لله الحمد لله البنات. خدمت واحد الخدمه اللي انا كتعجبني، بعيدة على الدومين ديالي، يعني ما عندها حتى شي علاقة بالكونتابيليتي، ما عندها حتى شي علاقة بالدومين ديالي، ولكن هذه الخدمة هذه كنلقى فيها الراحة ديالي، وكنقولها لكم ماشي مرة ماشي جوج، يعني كنرتاح انا في شي حاجة سميتها البيع والشراء. يعني تحطني في شي محل ديال البيع والشراء ونسيني بالسوايع. والحمد لله الحمد لله، هذا راجع لفضل الوالدين. يعني الخدمه اللي خدمتها في البيع والشراء في محل برلنتن، يعني شوفوا سبحان الله باش تعرفوا راه يعني ربي كيدير لك رزق شي بلاصه اللي انت كتحبيها. وبرلينتون هذا اللي انا خدمت فيه حاليا، يعني درت لكم فيه بزاف ديال الفلوغات، يعني شحال مره كندوز وكتعجبني شي حاجه كنصورها، يعني شوفوا سبحان الله هذاك المحل مكتاب ليا ندوز فيه اوقات كثيره. الحمد لله الحمد لله. المهم برلينتون البنات هو اللي خدمت فيه اللي حدايا هنا، مرحبا بكاع الاخوات اللي قرابات هنا بغيتوا تلاقاو بيا، مرحبا والف مرحبا، تلقاوني في برلينتون المده ديال الصباح. المهم انا غادي نجاوب على بعض الاخوات، ما نحرقش المراحل. المهم البنات برلينتون البنات خدمت في برلينتون محل ديال البيع والشراء، خدمت في الريسيفين تما فين خدمت، هذا هو البوست فين عطاوني، والحمد لله يعني خدمه زوينه. ما كاينش شي حاجه في السهل في هذه البلاد، ولكن الحمد لله مهم كندوز فيها وقت زوين، مرتاحه فيها، درت فيها اصدقاء اكثر، بقيت فيها يعني اخوات، بعض الاخوات اللي ما كانوش كيعرفوا القناه تعرفوها وعادوا متبعيني حتى في القناه فيها. يعني المهم كنحس براسي كندوز واحد الوقت زوين، وانا الحمد لله في الخدمه ديالي. وكيف ما قلت لكم يعني كنت فرحانه، علاش؟ حيت ني دخلت ما لقيت اخوات اللي كيعرفوني، واش فهمت؟ دخلت واحد الدخله زوينه، يعني لقيت بنات كيعرفوني من اول نهار، حسيت بواحد الجو، واحد شنقول لكم والله العظيم واحد الجو زوين، يعني واحد الجو اخوي، وما حسيتش براسي باللي راه انا جديده في هذيك الخدمه. يعني نهار دخلت حسيت براسي رانا قديمه، وكيف ما قلت تحيه النعيمه الاكرام الفاطمه سميتها مغربية بنت بلادي، وما عقاش على الاسم ديالها، او لا لا بلاتي واحد سمية زوينة عندها، بخيتة دابا نتأكد منها. المهم تحية ليك، تحية لجميع الأخوات، بزاف ديال البنات اللي تلاقت بيهم، بزاف ديال البنات، يعني الحمد لله كنخدمو إيد وحدة، مهم كدوز وقت زوين. مهم لقيت واحد سؤال اللي لقيتاني البنات داري ليه لايك، هو كيفاش انت يلا خدمتي وخديتي الداي اوف. انا البنات يعني نهار خدمت راني قلت لكم اشنو كاين، انا خدمت غير بارت تايم، ما خدمتش يعني فول تايم. علاش؟ لحقاش عندي ولد، عندي مسؤوليه، ما يمكنش غادي نخرج الخدمه 100%، خصوصا الخدمه ديالي انا غادي نخرج نخدم ونشد ولدي نعطيه لشي وحده اللي تحضي ولا شي حاجه، ما يمكنش. داكشي علاش نهار عمرت بارت تايم. واكثر من هادشي يعني مني دخلت كيتساعدوا معاك مني دخلت، حيت كتكوني بارتام ولا كنتي شافوك شاطره ولا خفيفه ولا كتخدمي، هما كيبقاو بحال دابا انا توكت ديالي الخدمه يعني اللي عاطيني هما بارتام، يعني ربعه سوايع ما تفوتيش ربعه سوايع، ولكن الماناجر ديالك الا جبتيه وبغيتي بغاك يعني تزيدي سوايع كيقول لك مثلا 11 ونص غادي تخرجي، كيقول لك لا ما تخرجيش مع 11 ونص، غتبقاي حتى 1 ونص. وانا البنات يعني ما كنتش عارفه هادشي في البدايه، يعني تضربت داك النهار الاول، النهار الثاني ملي عرفت النهار الثاني زادوني حتى 1 ونص، يعني بقيت حتى 1 ونص. تما مني ساليت الخدمه ديالي مشيت لعند المانجر ديالي وقلت له بلي راه ما نقدرش نفوت الجوج، حيت انا عندي مسؤوليه ديال ولد مكلفه به، عنده في العمر ديالو 5 سنين، خاصني جوج ونص نهزو، يعني الا بقيت في الخدمه ولدي غيبقى في المدرسه. وتفهموا هذا الموضوع،
وحاجه اخرى هي الويكند. واخا هي هذه القضيه كتكون شي شويه صعيبه، وقت انا قلت لهم يعني انا معكم من الاثنين حتى الجمعه، اي وقت بغيتوني انا فيه، غير ما نفوتش الجوج ديال الصباح، والويكند ما نخدموش. وفعلا الويكند دابا حاليا ما نخدموش، ولكن الحد خلاوه يعني ماشي دابا السبت عندي ما نخدمش فيه مليار في المليار، ولكن الحد الا كانت الخدمه كثيره يقدروا يطلبوني في الحد، يعني يقدر الحد نخدمه. المهم انا قلت لكم حتى داكشي اللي ما عرفت، يعني داكشي اللي كاين قلتو. هذا كجواب الاخت اللي قالت لي كيفاش يلا بديتي الخدمه هذه اسبوع وخديتي الداي اوف. يعني انا الحمد لله عندي يومين في السيمانه، عندي ماشي غير يومين في السيمانه، راه بحال السيمانه هذه اللي فاتت ما خديتش كاع، نورمالمون خاصني ناخذ نهار، يعني خاصني نخدم غير 3 ايام 4 ايام، ولكن ما خدمتش ما جلستش، عطوني باش خدمت من 2 2 كان عندي ترينين، 3 دخلوني ديريكت الخدمه، الاربع الخميس الجمعه كلهم خدمتهم. هاد السيمانه هادي ما عرفتش، دابا حنا يلا اليوم اثنين، اليوم خدمت حتى الوحده ونص، شدوني حتى الوحده ونص، الوحده ونص خرجت دابا يا درت شي شويه تمايا في السطور. انا دابا يلا وصلت غادي نهز ولدي ورجع لداري، اسمحوا لي يعني هادشي اللي كاين. يعني هاد السيمانه باقا ما عرفاش اش من نهار غادي يعطوني، يعني باقا تا واخا كاتوك يعني سكيدجول ديالك، ولكن باقا ما كي ضافوا ليا بعد السوايع. واليوم ثاني خرجت كيف ما قلت لكم حتى الوحده ونص، ما عرفش وغدا عندي ثاني الخدمه. مهم، هذا كان سؤال، كان جواب على الاخوات اللي قالوا لي على الدي اوف. بلاتي كنت فكر حتى ترى غير قريت وقلت اللهم نجاوب في فيديو، نجاوب جميع الاخوات في فيديو واحد. كان واحد سؤال ثاني اللي كيطرح بزاف، وهذا الموضوع يعني ما بغاش يتسد بالمره، موضوع ديال بنتي ديال ليلى. يعني ماشي مره ماشي جوج كنقول لكم باللي بنتي في واحد سن ديال المراهقه ما بغاش تبان في الفيديوهات، ما بقاتش باغا تبان في الفيديوهات. داكشي علاش انا راه عمرني ما غادي نحرجها ونقول لها لا تعالي باني بزز، علاش؟ حيت واحد الاخت ولا واحد المجموعه ديال الاخوات قالوا لك لا ورينا ليلى. يعني شنو غادي تستافدوا؟ شفتوا ليلى ولا ما شفتوهاش؟ شنو غادي تستافدوا؟ وشمت البنات كنتمنى يعني هذا الموضوع باش ما بقاش يطرح. كنحرجها، كنحس بها كتحرج، فعلا كنحس بها كتحرج، هي ما باغاش تبان وانا كنشدها بزز، يعني هي ما باغاش تبان. صافي هادشي اللي كاين. وكاع يعني لقيت واحد الانتقاد كاع في الروتين ديال اول نهار، كاينين بعض الاخوات خلاوني رجعت كاع شفت الفيديو، لقيت فعلا بلي ليلى يعني بانت واحد اللحظه غير دخلت من الدار وخرجت، غير دخلت يعني ماشي 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 دخلت وما سلمت ما والو، لا راه دخلت لقاتني كان فيلمي، يعني لقات الفيديو في وجهها، تخبات راه تخبات في هذيك اللحظه. الا لاحظتوا في ديك الساعه رانا حبست الفيديو، ديك الساعه قطعت الفيديو، لحقاش راحت بنتي كيف ما كنقول لكم دائما راحت وليداتي هما الاولين، وخصوصا وليداتنا ملي كيكونوا في سر الحرجه راه بطبيعه الحال يعني كلامهم هو الاول، بغاش تبان ما غاديش تبان، النهار تبغي تبان مرحبا والف مرحبا. يعني انا قلتها لكم ماشي مره ماشي جوج، كنتمنى يعني هذا الموضوع يسد. راه جمال راكم الاخوات راك عارفين يعني السن في واحد الدراري كدري كالولد في واحد السن راه كتكون عندهم يعني واحد الحريه شخصيه، ما بغاوش يبانوا، ما غاديش نفرض عليهم انا نقول لهم لا ضروري تبانوا. هذه بالنسبه للموضوع ديال بنتي كنتمناه يعني يتسد. المهم سمحوا لي البنات، الضجيج 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 مع ولدي. المهم البنات بالنسبه للموضوع ديال اللي كيطرح بزاف ثاني هو الموضوع ديال بنتي كيف ما قلت لكم. هذا الموضوع يعني ما بغاش يتسد عندي في القناه، عييت ما نقول لكم بلي هذا الموضوع ها شنو كاين وشنو كاين، ولكن اللي ما عرفتش، ولكن غادي نجاوب اخر مره هذا الموضوع. هذا بالنسبه لبنتي البنات، راه كيف ما قلت لكم بنتي راها عايشه معايا، ما عندها فين غادي تمشي. بنتي في واحد السن اللي ما بقاش باغا تبان معايا في الفيديوهات، وانا كيف ما كنقول دائما كنحترم رايها، ما بغاش تبان، رايها هو الاول، ما غاديش نفرض عليها شي حاجه، ما بغاش تبان ما تبانش ولا هذاك. كيف ما يعني كيف بنتي كيف ولدي، يعني بحال بحال. وي حبيبي وات البابا كوم باك ات نايت اي ويل تول هيم تو نوت تيك مي
end of locker's side. Okay. And no, you're not going in the locker's side and anything. اوكي بيبي اوكي. كما قلت لكم البنات يعني هذا الموضوع هذا ما عنديش فرق لا بين بنتي لا بين ولدي، يعني رايهم هو الاول. نهار ما يبقاوش بغاو يبانوا ما يبانوش، نهار يقول لي سميثه هو ما بقيتش بغيت نبان ما يبانش، نهار يقول لي ايمن ما باغيش نبان ما غاديش يبان، ليلى قالت ما بقاتش بغات تبان ما غاديش يبان. يعني بطبيعه الحال راي ولادي هما الاولين وساعتهم هي الاولى وهذا الراي ديالهم يحترم. هذه بالنسبه لهذا الموضوع على البنات. اما بالنسبه علاش ليلى ما كتعاونكش، لا البنات ليلى كتعاوني ايدي بايدها، رانا ام مغربيه وراكم عارفين العيالات المغربيات كيبغيو بوليداتهم يكونوا حرين ويكونوا عارفين بزاف ديال الامور. لحقاش غدا ولا بعد غدا هادشي اي حاجه كيتعلموها وليداتنا والا غادي تنفعهم من هنا لقدام. يعني ضروري 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 ما بنيتي تدخل الكوزينه خص راها بنت، يعني ضروري ما تدخل الكوزينه، ضروري ما تكون ايدي بايدها. ولكن البنات حنا غادي نعاود نرجع لهذا الموضوع، ولكن ملي كتشوفني انا غادي نشعل الفيديو غادي نفيلمي كتقولي ماما ساليت معاك، طبيعه الحال هي ما باغاش تبان وانا غادي نفيلمي دونك راه ما غاديش تشوفوها معايا في الفيديو. واش فهمتوا البنات؟ يعني كنتمنى هذا الموضوع تكون اخر مره غادي نجاوب عليه واخر مره يعني طرح بحال هذا السؤال. لحقاش البنات راه وليداتنا كيتبدلوا. لحقاش لقيت بعد البنات اللي كانوا اللي لقيتهم كتبوا لي كانت ليلى كتبان، كانت ليلى معاك في الفيديوهات، كانت هكا ما بقاتش ساكنه معاك، ما بقاش شي حوايج. انا كبعض الاب كيختاروا شي حوايج اللي كيجيبوا لي الضحكه، ولكن المهم شكرا لكم لحقاش كضحكوني. هذا هو السبب، هذا هو السبب البنات. السبب هو ان بنتي في واحد السن ما بقاتش بغات تبان معايا في الفيديوهات، رايها يحترم. نهار تقول لي ماما واخا ماشي مشكل بغيتي تصوريني صوريني، ولا بغيتي ندير انا وياك فيديو نديرو انا وياك، وراه كدير بزاف د الحوايج هي راسها، يعني هي راسها كتصايب شي حويجات وهكا. وكنقولها لها كنقولها واش نفيلميك واش نشارك مع البنات يعني وكديري بحال هكا، كتقول لي لا واش نشاركوا هاد الوصفه وانت كديري، ولا غنصايب لك انا هاد الحاجه واش نصورها ولا هكا، تقول لي لا ماما. طبيعة الحال قالت لا دونك لا. هذا موضوع كما قلت لكم كنتمنى من الله يا ربي يا ربي تكون هذه اخر مره نجبدوه، اخر مره ندوه في هذا الموضوع. يلا وصلت دابا لبلاصتي وانا معاكم. والله الا بقيت عاطيه الهضره ليسانس ما بقاش عندي ما رديتش ليه البال تاعي راجلي ونمشي نمشي قوم بهذه المهمه. هذا يعني بالنسبه للاسئله مهم الاخوات لانسيت شي سؤال سمحوا لي ولا خليوا لي نعاود نجاوبكم شي مره ان شاء الله في شي فيديو. هذا بالنسبه للبنات والله العظيم هادو ضحكوني وشكرا لكم بزاف اللي قال لي همي الواحد هو راجلك. راجلك كي داير معاك في الغداء وانت مولفاه، يعني الشهيوات كيجي مع 12 يجي مع الوحده يلقى الشهيوات، دابا غيجي يلقى الدار خاوي ما كايناش شتي كيفاش غديروا مع الغداء. وفعلا هاد القضيه هادي انا خممت فيها، يعني انا في البدايه قلتها ولكن الحمد لله الحمد لله هو ان راجلي يعني ماشي خدام في شركه ولا هك، يعني وقتو ديال راسو، يعني في عوض ما غادي يجي معاه يجي مثلا مع الوحده يتغدى يجي حتى للربعه مثلا حتى نوجد انا الغداء ديالي، وديك الساعه نصيفط ليه نقول ليه مثلا من هنا لواحد الساعه الغداء غادي يكون واجد وعاد كيجي. هذه يعني نجاوب هاد الاخوات نجاوبكم والله العظيم شكرا لكم بزاف، يعني مني هزي معايا الهم. والله العظيم انا هنا في الجرده خليت سامي يلعب شي شويه حيت الجو راه كتشوفوني يعني ما لابساش شي لابس، الجو زويون ومن حد الجو يعني باقي يقدر الواحد يعني تمشى فيه شي شويه نستغلوه. مهم انا دابا راه مهم دابا راه شغنقول لكم شحال الساعه، والله العظيم راه حاسه براسي عيانه وكنت عارفه راسي مني غندخل ما غنعاودش نخرج، داكشي علاش اللهم نخلي سامي واحد ربع ساعه على بال ما نكمل معكم الهضره وان شاء الله نطلع. وميم طو والله العظيم دماغي راه خدام كنفكر في الاسئله. مهم كنظن هادو هما الاغلبيه الاسئله
كانت فاش خدمتي بعد البنات اللي قالوا لي يعني كيفاش خدمتي انا سبقني قلتها يعني نهار قلت لكم شنو كاين وشنو كاين قلتها ابليت اونلاين يعني دخلت اونلاين ودابا ما شاء الله في هذا الوقت خصوصا الاخوات اللي باغين يخدموا في هذا الوقت هذا راه كاين الخدمه على الجهد يعني دابا كيخدموا على الجهد على الجهد على الجهد راه الا اي بلاصه مشيتي ليها والا كتلقاهم معلقين واحد لافيته قداش كتلقايهم باللي راهم كي يديروا هذه من جهه وغادي نجاوب واحد الفئه اللي قالوا لي كنت واحد الوقت قلتي باللي ما اميره زوجي ما بغاش تخدمي ما هكا البنات واحد الوقت فعلا واحد الوقت دويت ولكن دويت على واحد تلة اللي دخلوا لي مع العظم هادوك هما اللي كنت جاوبت عليهم ودويت اما بالنسبه للخدمه راني قلتها وعاودت قلتها انا دائما مع المراه وكنقول لها البرافو ديالك المراه اللي خدامه في دارها وخدامه على برها دائما كنقولها وكنقول شابو للمراه العامله اللي خدامه هكا وخدامه هكا دائما كنقولها وانا راني قلتها وعاودتها انا كنت في بلادي خدامه هاد البلاد هادي فعلا ما كنتش معوله غادي نفكر نخدم حاليا ولكن لقيت راسي يعني في واحد الدوامه ولقيت راسي بلي محتاجه ما بقاش عايشه غير مع اليوتيوب ومع التعاليق ومع الهضره وشي حوايج سلبيه اللي اثرت فيا يعني شي حوايج يعني كنحتاجوا بعض المرات نبدلوا الجو نبدلوا يعني الخدمه راه ماشي ربطوا دائما الخدمه مع الفلوس لا الخدمه راه فيها بزاف ديال الحوايج راه فيها واحد لومبيونس فيها كتعرفي في ناس اخرين فيها بزاف ديال الحوايج فيها كتبراكتيسي كتعلمي كتندمجي مع المجتمع اللي انت فيه بزاف ديال الحوايج هذه يعني بالنسبه لهاد الناس ما نبقوش دائما نربطوا قلتي واحد النهار ما خصني حتى شي خير اي ما خصني حتى شي خير ومازال كنقولها ما خصني حتى شي خير ولكن محتاجه نبدل محتاجه نشوف وجوه جداد محتاجه نتحاك مع ناس اخرين واش فهمتوا البنات هذه يعني من اش نقول لكم هذا يعني رد لبعض الاخوات ووجهه نظري وانا كنعاود نقولها يعني نهار دويت وقلت حقا انا مقلقه وهكا راه كنت كندوي مع واحد التله عمرني ما قلت حقا كنهين المراه العامله ولا شي حاجه ما يمكنش امبوسيبل نهين المراه عامله امبوسيبل واللي بغى يقول شي حاجه يعني من عنده هو شغله هذاك يعني ياخذ راحته ويبدا كيف ما بغى يبدا المهم انا ربي شهد عليا هادشي اللي كان في نيتي وهادشي اللي كان في الخاطر ديالي المهم البنات كنتمنى يعني باش نكون جاوبت على جميع الاخوات شوفوا الجو شحال واعر شوفوا راه ترى ضربوا واحد الشميشه يا سلام ندير لكم هاد التصويره هادي نحطها في ترى الجو رائع يلا سامي طلعوا عييت والله حبيبي تعييت عرفتي راه غير يلا سامي والله تعييت والله العظيم من الخدمه باقي ما طلعش للدار يلا ولدي يلا الله يرضي عليك يلا حبيبي يلا صافي بركه اش كدير اش كتحفر علاش كتحفر علاش كتحفر اش غتشوف ابقى تقلب ابقى تحفر نوض حبيبي نوض يلا البنات ما بقى لي دابا غير نودعكم ونضرب لكم موعد فيديو اخر كنتمنى من الله باش نكون جاوبت على جميع الاسئله اللي خليتوا لي يعني المهم انا كما قلت لكم ضربت الله راه شي اش غنقول لكم يعني ضربت الله وجاتني ما بقاش نجاوب على كل تعليق بوحدو اللهم حط فيديو بحال هكا يكون شامل ويكون يعني نوصل الفكره ديالي نوصل الجواب ديالي نوصل حتى وجهه النظر ديالي المهم البنات مع السلامه.